الصحراء حرة حرة والمغرب برا برا والصحراء حرة حرة والمغرب برا برا والصحراء حرة حرة. إذا ظن الاحتلال المغربي أنه باعتقال يعني راجع التليفون أن يجهز على المد النضالي في الصحراء الغربية. هذا عميل، هذا أكيد أنه عميل المخابرات. أنجبت لنا الأمهات أكيد أنه عميل المخابرات. التقط صورة بعد ذلك من أمثال جلال بشعار، شوفوا كيف يصير غادر، من أمثال هروش، شوفوا كيف يصير غادر، العديد والعديد من شبابنا الذين يوجدون اليوم في المعتقلات المغربية. راعي شفتوا نحن هنا اليوم على المباشر، شفتوا يغادر بعد ما التقط صورة. هما مرجعياتنا، راهو يرجع يجمع الصورة مرة أخرى. هون أجرى اتصال، يعني مش أجرى اتصال، ومن هذه الساحة فإننا نؤكد للاحتلال المغربي واختفى على أن معتقلين من داخل السجون المغربية يعني نحن هم التليفون، نحن هم الذي سيعذب وسيكون سندا لهم من داخل زنازينه. لن نترك الميادين، لن نترك الساحات، لن نترك الجامعات، سنكون في أي موقع سنعذب بكل ما أوتينا من قوة، وسندافع على معتقلينا الذين تم اعتقالهم لا لشيء إلا لتعبيرهم وبوضوح وبصراحة عن حق الشعب الصحراوي تقرير صورة. المصير هذه هي بديل عن تقرير المصير، لا بديل لا بديل عن تقرير المصير. هذه هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء بؤساء المخزن، على أنهم كانوا في الأمس المخزن برقاقة المخزن مجموعة رفاق الولي بن مراكش، كانوا أمام محاكمة أمام محكمة الزور المخزن.